مساء الخير متابعينا الأكارم، متابعي قناة اللاعبين السوريين المحترفين وين ما كنتوا عم تشوفونا. طولنا الغياب خلال الفترة الماضية، ربما لظروف خاصة بعض الشيء، وأيضا لأنه نوعا ما كانت الأمور هادئة، نوعا ما في أحداث ممكن الواحد يطلع ويحكي عنها. فضلنا أنه ما نطلع دائما بشكل مستمر نحكي في حال ما كان في شيء مهم ممكن ينحكي عنه. اليوم في حدثين هامين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي. الحدث الأول هو وصول موافقات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على مشاركة الثلاثي توبياس سيرفيرا قاضي، إيميليانو عمور، وستيبان جليل مع منتخب سوريا. والحدث الثاني هو حسم مصير مباراة منتخب سوريا مع كوريا الشمالية، والقرار اللي إجا من الاتحاد الآسيوي بأن المباراة راح تكون بلاوس. في البداية راح احكي بداية عن اللاعبين اللي اجت موافقتهم من الفيفا، اللي هن توبياس وإيميليانو وستيبان. إيميليانو وستيبان اكيد حكينا عنهم كتير خلال الفترة الماضية بعدة فيديوهات، لاعبين راح يقدموا اضافة كتير مهمة لمنتخب سوريا بكل تأكيد. ان كان إيميليانو كقلب دفاع عنده خبرة كبيرة وبيلعب مع واحد من اهم الاندية بامريكا الجنوبية اللي هو كولو كولو، إيميليانو لاعب راح يكون إضافة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني، وراح يعطي قيمة مضافة بكل تأكيد لخط دفاع منتخب سوريا. وبوجوده بعتقد اكتمل خط الدفاع اللي قادر إن شاء الله يواجه أقوى المنتخبات بآسيا، إن كان إيميليانو وإن كان أيهم أوسو. عم بحكي على العمق الدفاعي لمنتخب سوريا. أيضا ستيبان جليل عالج مشكلة كبيرة عم نعانيها بحراسة المرمى. بالنهاية حراسة المرمى هي أزمة للكرة السورية، أندية ومنتخبات. ستيبان حارس عم يمر بفترة مميزة وفترة رائعة من التألق، لهيك هذا اللاعب إن شاء الله قادر يقدم الإضافة. ومثل ما بنعرف الحارس هو نصف الفريق، وستيبان إن شاء الله قادر يكون صمام أمان لمنتخب سوريا خلال تصفيات كأس العالم. اللاعب اللي راح أتوسع عنه أكثر بالحكي هو توبياس سيرفيرا قاضي، اللاعب اللي بدي احكي عنه شوي حقائق ممكن لأول مرة تسمعوها عن هذا اللاعب. طبعا ستوبياس هو اكتشاف لصفحة اللاعبين السوريين المحترفين، لاعب جديد قدمنا ضمن سلسلة لاعبين مهمين اجوا لمنتخبنا الوطني واشتغلنا عليهم بصفحة اللاعبين السوريين المحترفين. واللاعب هو ثمرة مجهود مميز للأخ والشريك والزميل سامي دوبا، يلي له كتير جهود خلال السنوات الماضية فيما يخص ملف اللاعبين السوريين المغتربين، وآخرون كان توبياس سيرفيرا قاضي. توبياس عمره 21 سنة، لاعب بيلعب بنادي روزاريو سنترال. شفت كتير من الناس انتقدت هذا اللاعب، صارت تحكي عنه ملاحظات، لكن يا أخوان نحن لما عم نحكي ملاحظات عن هذا اللاعب عم ننسى أنه عم نحكي عن لاعب لسه عمره 21 سنة. مو بهالسهولة أنك تحجز مكان أساسي بنادي مهم وعريق مثل روزاريو بهذا العمر، نادي روزاريو يلي قدم كتير مواهب لكرة القدم الأرجنتينية. أكيد لو ماله موهبة مهمة ما حجز هذا المكان الأساسي. لاعب الموسم الماضي بعمر 20 سنة مسجل 11 هدف بمنافسات الدوري الأرجنتيني، لهيك عم نحكي عن لاعب مهم. وعن مركز نحن أساسا في عنا فيه نقصة كبيرة أيضا، هو خط الهجوم. خلونا نشوف خط هجومنا، نستعرض الأسماء الموجودة هنلاقي أنه عنا مشكلة. يعني إذا قلنا أنه عمر السومة وصل لمرحلة عمرية معينة، نجمنا الكبير ممكن ما عاد قادر يخدمنا لسنوات طويلة، فنحن أكيد بحاجة مهاجم صغير بالعمر أيضا ممكن نعول عليه للمستقبل. وهذا الكلام عن توبياس. توبياس كثير أثار إعجاب الجهاز الفني لمنتخب سوريا، وهيكتور كوبر شاف أنه هذا اللاعب مثالي لتطبيق كل الرؤى الفنية الخاصة بهيكتور كوبر. لاعب قوي، مقاتل سريع، لاعب قادر يؤدي دور الدفاعي، أيضا مزعج لخطوط الدفاع، وعنده مهارة أيضا. ما هو لاعب فقط مهاجم صندوق، لاعب متحرك ونشيط داخل أرض الملعب، وهذا شيء كتير مهم. بالأرجنتين بيشبهوا أسلوب لعبه بأسلوب لعب جوليان ألفاريس، اللاعب اللي هو توج بالمونديال مع منتخب الأرجنتين ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. بيشوفوا فيه كتير خواص مشتركة ما بين توبياس وما بين هذا اللاعب. بالنسبة للقب الكابوس، فهو لقب أطلق عليه من جماهير الأندية اللي لعب له حتى بمراحل اللي كان بالفئات السنية،
كونه من هذيك الفترة اللاعب كان واضح على الموهبة والتألق بمركز خط الهجوم. بالنسبة لأصول توبياس السورية واللي لهلأ ما حدا حكى عنها، توبياس أصوله من والدته، أصول السورية تعود لمدينة دمشق لعائلة القاضي اللي تنحدر من مدينة دمشق. اللاعب وعائلته جدا متحمسين وعندهم رغبة شديدة بتمثيل منتخب سوريا، وهذا الشيء بصراحة كتير بفرحنا لما نشوف هاي الرغبة وهذا الحماس عند اللاعب لتمثيل المنتخب. هالشيء بيخلينا نتفائل انه اللاعب ان شاء الله جاي ليقاتل وليثبت حاله انه لاعب مهم لمنتخب سوريا باذن الله. ومثل ما حكيت لاعب بالنهاية عم يلعب بالكوبا ليبرتادوريس مع روزاريو بالدوري الارجنتيني، لاعب بهالعمر هاد صار عنده تراكم خبرات كتير مهم وقادر ان شاء الله يقدم اضافة ويعطي عمق لتشكيلة منتخب سوريا بكل تأكيد. بتمنى التوفيق لتوبياس، بتمنى نصبر عليه للاعب، هذا لاعب للمستقبل، لاعب قادر يفيد منتخب سوريا لأكثر من 10 سنوات قادمة. المهم نطول بالنا عليه، نصبر، ندعمه بكل السبل، وإن شاء الله اللاعب رح كلنا نشوف أنه موهبة ومفاجأة سارة بالنسبة لنا. الموضوع الثاني اللي بدي أحكي عنه هو موضوع نقل مباراة كوريا الشمالية وسوريا إلى لاوس. أنا حكيت بفيديو سابق أنه أحد الاحتمالات الممكنة أنه الاتحاد الآسيوي هو يتدخل ويختار أرض افتراضية لكوريا الشمالية. بالتالي هذا اللي صار بعد فشل كوريا الشمالية في إيجاد أرض بديلة، ورغم الضغوط الكبيرة يلي مارستها كوريا الشمالية لحتى تلعب على أرض المباراة، بالنهاية الاتحاد الآسيوي تدخل، راسل اتحاد لاوس ونجح بتأمين هاي الأرض لمباراة سوريا وكوريا الشمالية. طبعا اجتماعات الكونغرس الآسيوي على مدى عدة أيام كانت عم تشهد فيني أقول يعني صراع أو ضغوط كتير كبيرة. كان السيد عبد الرحمن الخطيب موجود هنيك في بانكوك في تايلاند، كان في كتير سعي من كوريا الشمالية لحتى تلعب هاي المباراة في بيونغ يانغ، لكن اتحادنا أصر على موقفه أنه هو متمسك بتكافؤ الفرص، خاصة أنه اليابان ما لعبت بأرض كوريا الشمالية. ممكن البعض بيقول أنتوا ليش خايفين، ليش مرعوبين من كوريا الشمالية؟ الموضوع أبدا ما له رعب ولا له خوف، الموضوع أنه أنت قدامك فرصة لازم تستغلها. يعني اليابان مثلا اعترضوا على نقل مبارياتنا للسعودية، اعترضوا أيضا أنه نحن لعبنا مع كوريا الشمالية أول مباراة بأرضنا. هل هذا بيعني أنه اليابان مرعوبين أو خايفين منا؟ أكيد لا، لكن هن كانوا شايفين فرصة وحاولوا يستغلوها، ونحن أيضا شفنا في فرصة سانحة واستغليناها بالشكل المثالي. بالنهاية لحد هاي اللحظة غير معروف إذا كانت كوريا رح تقبل أن تخوض المباراة بلاوس أو لا، كونه هن غير راضين إطلاقا على هذا القرار، لكن بالنهاية القرار أكيد هو لصالحنا وما في خوف على لاعبينا. عندي ثقة كبيرة باللاعبين وبهذا المنتخب انه قادر يقارع المنتخبات اللي هي اهم واقوى من كوريا الشمالية. بتمنى تعطوني رأيكم بالتعليقات كيف بتشوفوا التطورات الاخيرة، سواء كان بملف اللاعبين المغتربين او موضوع مباراة كوريا الشمالية، وان شاء الله راح يكون لنا فيديوهات لاحقة نحكي اكثر عن كافة التفاصيل الثانية. نلتقي قريبا باذن الله.